welcome to the Summit of Power Publishing. So after this yet, thank you so much for joining me today. I truly appreciate it. If it's your first time, don't forget to subscribe. Welcome to the Royal Family. This is the Royal Gangman. Today actually we're going to Pakistan. Is it Pakistan? Yeah, it's Pakistan. Where I'm going to react to a song by the name In Anna, done by Dabo and Shabdeed. You know what? Let's see what this guy has for us. Let's get into music. Is it Pakistan or Palestine? اهدى ما هو كل شي باين في المحنة الله بيشهد مين احنا. Did you just surprise us from just from nowhere at the beginning of your video? Let's come again. اهدى ما هو كل شي باين في المحنة الله بيشهد مين احنا رجالة ضمن طرطش لك بوم ضرب حرب الليلة ما بنغلب بدك شبال وعادي من هدلك مرحب فيك في ولاد القدس من دبر حالنا نحل اللغز رنيت على نفحة وكل بخش وقت شفنا وياما وكله بصف ولا مرة نخاف ولا مرة ونص بدك بركان من Bro, it's my first time to react into this guy and I'm already loving him. His flow is sick, man. قعبو بنعمل لك حفلة تخش تنط نستقطف مال بس بدنا نقص ما هو كله عارف ما هو كله شايف ما هو كله خايف والدنيا ترص استجدع دايما ووعك بوحش انا ادرينالين فاقع بشباب ينضرب بالغاز احنا الجدعان مش زي نجلير رد بالك عم تعيشها بلاش سوي واعمل واجمع كاش ما الدنيا صعيبة وبدها سلام سيبك من روح واحضر لك جاي انا قرش انا قرش انا قرش انا سمكة صحابي ملان في الجلمة نش نعمل غلبة تجينا يا خالي بناخد العتبة تخوف بالليل نضوي لك عتمة بس شوف تنساش انا زي النو سلاح فتاك في بغز رجال تحفر انفاق ترجع بشوال وملان اشلاء بلاجين 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 بالجدعنة انا فاتح دكان من بيع شلسات والدم مسموح بس للسباع مكتوب على القرمة قسم لو غاد احنا جن بنطلع ما بتشوفناش ودموع ما تسيل اذا فش مسيل نحن الشجعان ان قد انا اوان وبوم What does that mean? Let me know in the comment section. In an. I have no clue. بس عرف صوت وسولاد والشيل حط كل طرح بمكانه وان ان قد انا اوانه وقم بخ وطني بيع مزينه وكيف بس عرف صوت وسولاد والشيل حط كل طرح بمكانه حطيت من الرعب من الارض نطلع زي جن بخ So who is Dabo? And who is Shabdeed? I hope they sang in the format that they have arranged their name in YouTube, because now I would say this one is Shabdeed. Shabdeed. Okay. هدي اللعب على هذا نترك على النار الافكار تنطخ اخ تراك ورا حدا اذا بلغ انا مش مركب بركبش مع حدا انا فين ان امكانيك البلد في البقلك ديك بين رعوة غنم انا جيت انا ديك طلعت تحلم نحكي حكيكة دقيقة نفهم فيش وقتها بضيع شباش حفيدي بديك في فلاشة ما فيش راحة ميم انا يوم بحتاجك اجيك نعمل بلاجان بطريقة طليق تفصيل على هذا العدل Oh, I love his poetry and the way he's pronouncing the words. I feel like they are rhyming in my ears. He looks cool, chill, but his flow is fast. شاب جديد انا جيف بطور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واو ان قد انا اوين وبوم بخ وطني بيع مزين وكيف بس عرف صوت وسولاد والشيل حط كل طرح بمكانه وان ان قد انا اوين وبوم بخ وطني بيع مزين وكيف بس عرف صوت وسولاد والشيل حط كل طرح بمكانه ان ان قد انا اوين وبوم بخ وطني بيع مزين وكيف بس عرف صوت وسولاد والشيل حط كل طرح بمكانه وان ان قد انا اوين وبوم بخ وطني بيع مزين وكيف بس عرف صوت وسولاد والشيل حط كل طرح بمكانه
apologize for saying that they are Pakistan, but they are Palestine. Yeah, I just remember the, and I've seen they are Palestine. They're not Pakistan. But I love their art, man. Let's talk about their talent, man. Yeah, those guys are talented. Insane. I just don't know in and what means. Let me know in the comment section because I truly, truly want to know. Thank you so much for being with me. I truly appreciate it. If it's your first time, don't forget to subscribe. Don't forget to give us a thumbs up. It's your boy, Bobby King. I'll tap up.